تالتة يمين مع جمهورنا في كل مكان، طبعا معاه مجموعة تانية من جماهير نادي الزمالك، النجم الأوحد في برنامجنا التالتة يمين. في البداية حابب أرحب بيهم. يحيى، ازيك يا وحيد؟ منورنا في قناة الزمالك. ربنا يخليك، والله أنت اللي منور الدنيا. أنا مبسوط إن أنا موجود مع جماهير محترمة جدا ودايما موجودين في المدرجات. حبيبي وحيد، والله دايما إحنا فاكرين من زمان وحيد هو الأصل، أحسن جول في مصر. ربنا يخليك. بنحبك كلنا والله يا وحيد. بطل، منورنا في قناة الزمالك. منورك والله يا كابتن. انت يعني مهم جدا وجود الجماهير معانا في القناه، لان الثالثه يمين هو صوت جمهورنا سواء في الملعب او في قناه نادي الزمالك. اكيد طبعا. نورنا يا استاذ احمد في قناه الزمالك. نور حضرتك، واحنا شرف ليا ان انا متواجد وسط كوكبه من جمهور نادي الزمالك في المدرجات وهنا كمان. انا شايف المجموعه دايما مع بعض في المدرجات. لا مدرجاتنا. ابو حميد منورنا، المحلل بتاعنا بقى. احنا لسه هنتكلم في حتت فنيه كتير. نورنا في قناة الزمالك. بنودك يا كابتن، واحنا دايما بنتشرف بواحد من الكباتن التاريخيين في تاريخ نادي الزمالك، لعبا وخلقا وعلى مستوى البطولات. ربنا يخليك، انا مشكورك جدا. يحيى قول لي بقى، ازاي الزمالك بيمثل لك ايه؟ والله الزمالك ده بحالة عشق غير عادية، والزمالك عايز احكي بس على اخر سيزون اللي احنا عايشينه ده، ان اي حد فينا بيحتاج بالنسبه له يكون رمز او قدوه او بطل. اي شخص فينا بيعاني من مشاكل في حياته، مشاكل عشان مثلا شاب عايز يتجوز، مشاكل ضغط في الحياه، بيمر بعقبات او كده، بيحتاج يشوف حد بالنسبه له يكون هيرو. احنا ليه بقى اروح انا سينما واشوف بقى فيلم من خيال مؤلف ودراما والبطل اللي بيحصل له مشاكل والكلام ده؟ انت الدراما بتاعتك ازاي؟ انا عايش دراما مع الزمالك، واشوف الزمالك اللي اتغلب 5 من في سيزون في الدور الاولاني من الاهلي، والزمالك اللي توقف له القيد، والزمالك اللي المجلس الاداره مشي واحنا لغايه دلوقتي مش فاهمين هو مشي ليه وفجاه رجع، ومجالس معينه والنجوم بتوعنا كلهم بيمشوا ونلعب بالناشئين. ده لو بتحكي لي فيلم انا مش هصدقه. وعلى الرغم من ده الاحداث المهمه دي، السسبنس اللي بيقولوا عليه. انت لازم تبقى عايش على طول في بجد. الزمالك فعلا بيعلي الادرينالين في 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 جسم الواحد. انا عايز احكي لك ان انا والله على المستوى الشخصي كان بمر بازمه ما حدش يعرف انها حاجه الفتره الاخيره. كنت في حاله اكتئاب مش عاديه. انا بطبعي مش بتكلم كتير ولا بكتب على النت ان انا ادعوا لي والحاجات دي، بطبعي ما ببينش. بس والله الزمالك كان الحاجه الوحيده اللي بطلع فيها الكابت وروح المدرجات وطلع الكابت اللي جوايا. فاقرب الناس ممكن يعرفوا بالموضوع ده. بس فعلا ان انا ابقى بالمنظر ده، احكي لك برده على حاجه يعني ممكن تكون انت تعرفها. من 3 ايام اتعمل عيد ميلادي في نفس المكان ده هنا. انا عيد ميلادي كان قبل الدوري، بس انا قلت لا مش هعمل حاجه دلوقتي، استنى يومين. انت عايز تفرح بقى بالدوري. بالظبط كده. وعملنا وجبنا تورته شكل اللوجو، شكل التيشيرت الزمالك، وكان جت مجموعه من الزملكاويه من فئات مختلفة وناس أول مرة تتم مع بعض حبا في الزمالك، وكله اللي رقص رقص شيكة. ده بيقول لك الزمالك بيجمعنا. دي فعلا جمهور الزمالك تحس إن في ارتباط كبير ما بينه وما بين بعض. دي حقيقة. لا ده جمهور الزمالك، اديني بقى معلش وقت أتكلم عن لا براحتك براحتك أنا معاك. جمهور يعني. الزمالك ده بالنسبة لي أنا واحد من الناس، عندي ظروف شخصية، كان عايش لوحدي، والدي والدتي توفوا والكلام ده، وما كانش ليا أصحاب خالص. أنا فجأة بقى عندي صحاب مش عاديين، وفجأة بقت الناس بتحبني والكلام من ده بفضل الزمالك. ده بسبب المدرج. والله بسبب المدرج. البداية بدأت معانا بقهوة زملكاوية، أنت عارفها وجيت معانا قبل كده. دي كانت قهوة بتاعت أصدقائنا، وإحنا فكرنا عشان هم زملكاويين إن إحنا نحولها مدرج بديل. الفترة دي في 2019 ما كانش فيه مدرجات. قلنا نعمل إيه بقى؟ أنا شفت تجمهر كبير وأعداد مهولة كتير جدا. ده إحنا عاملين حاجات رهيبة وسمعت قلبت الدنيا، على الرغم إن المنافس بتاعنا أو اللي كان منافس بتاعنا الفترة اللي فاتت عنده شعبية أكبر. بس احنا يعني عملنا قلق في السيده زينب اللي هي معقل بتاع الاهلاويه، وانا اصلا من هناك من السيده. فاتفقنا مع بعض طب نعمل ايه. انا بشتغل في التسويق في الماركتنج، فقلنا خلاص نحاول المكان ده نعمل الاتموسفير بتاع الزمالك. ادهن لي يا ابني الكلام ده ابيض بخطين حمر، حط لي صور النجوم بتوعنا، هات لي الاعلام، يلا الطوبه للشماريخ الدنيا، يلا يا جماعه هنا المدرج. الناس بقت بتجي لنا والله والله من المنيا ومن سوهاج ومن الصعيد ومن بورسعيد، والناس عشق. بس ان انا عايش في مود زملكاويه، ابدا افرح براحتي نهيص مع انت عملت مدرج بديل. ما انا مش موجود انت في المدرج. لا انا عملت مدرج بديل. رجع بقى المدرج والكلام ده كله. بقينا عايز احكي حاجه ثانيه. انا في 2020 بعد 2019 انا عايز اكمل مع ماشي قول. لا قول براحتك. لا انا تعرضت للابتلاء، بس الناس دي حقها والله. تعرضت للابتلاء، عملت حادثه صعبه جدا، رجلي الاثنين ودراعي اتكسروا. اللي وقفوا معايا اكتر ناس كانوا اصحابي الزملكاويه، وكلهم الدنيا كلها اتقلبت عشان انا لسه تعبان لغايه دلوقتي يعني. بس انا الناس دي حقها عليا، واللي عملوه معايا من يومين في عيد ميلادي، والناس كانت بتعمل تجري على الموضوع بحب وكل الصحابي يعني. فجمهور الزمالك فعلا هم اخوات في الدم بمعنى الكلمه، مش مجرد ان انا ناس بقابلها في مدرج ازيك يا فلان وخلاص. لا عايشين، ما احسش ان ده موجود في جماهير ناس ثانيه. انا صحابي ناس من الجماهير الثانيه ما احسش ان عندهم كده. فشكرا لكل حد انا عرفته عن طريق نادي الزمالك بصراحه. ضيع
قول لي بقى الزمالك بيمثل لك ايه؟ الزمالك بالنسبه لي يعني كل حاجه. يحيى دخلنا في كل حاجة ما شاء الله. لا بجد الزمالك بالنسبه لنا احنا كل حاجه، كل يعني يومنا في حياتنا في كل حاجه ده الزمالك بالنسبه لنا. الزمالك فعلا عرفنا على ناس كتيره جدا 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 احنا ما كناش نتخيل ان احنا نعرف الناس دي، وبيحبونا واحنا بنحبهم فعلا من قلبنا، سواء في المدرج في الشغل في كل حاجه، بس اكتريت اصحابنا عن طريق فعلا السوشيال والمدرج. فالزمالك عرفنا على حاجات كتيره وعرفنا على ناس كتيره جدا. انت بقى ارتبطت بالزمالك ازاي؟ انا عايز ارجع بيك بالذكريات لورا شويه. كان سنه 95 بدايتك 95 انت شكلك صغير يعني. انا 34 سنه. ربنا يديك الصحه. 34 سنه. ده كانت بدايتك مع الجيل 95. مع 95 تقريبا كابتن احمد الكاس. كابتن احمد الكاس بس في الاواخر يعني. في الاواخر كابتن اشرف قاسم، كابتن اسماعيل يوسف، وده كان في الاواخر يعني. وهي كانت ليها قصه كده معايا معينه، اللي كان صاحب والدي هو اللي خلينا نشجع الزمالك. ان انا عيلتي كلها كانت اهلاويه. كانت ولا ما زالت؟ ده كلهم اهلاويه لحد دلوقتي. ماشي، ما دول يقول لك ما زالوا اهلاويه. يعني انت لوحدك يعني في الموضوع؟ انا لوحدي. انت مبسوط الفتره الاخيره دي اكيد جدا يعني. طبعا يعني انا عايش الحياه. ابو حميد قول لي بقى انت الزمالك بيمثل لك ايه؟ انا اقول الزمالك باختصار الزمالك الحياه. الزمالك بالنسبه لي هو الروح في ايديا، الهواء اللي بتنفسه. الزمالك ده عشق بجد، وجمهور الزمالك بالنسبه لي كلهم اخوات. انا في كذا موقف اصلا حصل لنا في من الجمهور يدل لك ان احنا اخوات بجد. نهائي الكونفدراليه 2019 كان الماتش في رمضان، والناس من الظهر وجايه من كل المحافظات، يعني كان طوفان ابيض او موج ابيض هادر في الطريق. انا شفت كميه الحب والالفه اللي بينا في المدرج، اللي جايب حاجه بيديها لزميله، واللي جايب حاجه بزياده يقول لك لا انا عارف اللي يبقى النهارده زر. انا شفت واحده والله كانت جايه، يعني مش هنسى، كان شايله شنطتها مليانه ازايز ميه بتفرقها عشان، واللي جايب تمر، واللي جايب افطار وبتفطر الناس. لا كانت يوم كان يوم ملحمه بجد، وكان يوم جميل جدا. دي نبصه بسيطه عن جمهور الزمالك. اخوات، والزمالك بالنسبه لي حياه. حضرت انت ماتشات كتير في المدرجات؟ جدا. يعني انا وضع كله الحمد لله، المجموعه اللي معاه كلها الثالثه يمين دايما. انا يعني فتره معينه ما سبتش ولا ماتش سله ولا هاندبول، كنت مع الفرقه كلها. كل الالعاب. الايام بقى وانا اصل انا جنب النادي، انا ساكن في متعب جنب النادي، فكان بتخش السله الهاندبول على طول. يلا الخروجه بتاعتك على طول. ما هو يحيى يقول لك انا ما بخرجش السينما، بالنسبه لي المدرج ده هو الاساس. المدرجات الحياه، انت في المدرج بتعيش كانك مع اخواتك صحابك، بتطلع كل اللي جواك، وانت مش قلقان، مش خايف اللي حد هيعلق عليك بكلمه ولا حد. لا بالعكس، ده بيساندوك، سبورت ليك او داعم ليك دايما، بيساندوك. يعني انا يعني في مره كنا في الاستاد في نهائي افريقيا 2002، انا طبعا كان الزحام كتير والزحمه كتير، كانوا بيخافوا. بتحس انا كنت لسه صغير، كنا عندي 17 سنه ساعتها، كنت شاب بقى ولسه بقى اندفاع الشباب بقى. انت عايز تخش؟ اخش. لقيت الناس اللي تعالى وياخدوك ويحوطوا عليك وهده، ويعني انت عارف الحماس زياده. حماس زياده جدا. لا بجد جمهور الزمالك حياه. قول لي بقى، انا مش عايز اخش معاك بقى، انا اخش معاك في الناحيه الفنيه. انت شايف التطور اللي حصل او الحاله اللي حصلت من بدايه موسم كارثي لموسم بالنسبه لنا كلنا فرحه عارمه؟ جيزفالدو فلال. يعني انت جايب مدرب. انا دايما الصوت عايز صوت بقى جمهور الزمالك بيجري. انا دايما برج الملعب، انا دايما يعني بكتبها دايما ان يا جماعه احنا عندنا مدرب بقيمه اليكس فيلكسون ومارشيلو ليبي وفابيو كابيلو واوتمار هيتسفيلد. هو راجل من الكلاس ده ومن الفئه دي. وهو في اوروبا يعني محطوط ضمن الناس دي، مصنف ضمن الناس دي. هو انت مش عندك مدير فني، لا انت عندك خبير بدرجه مدير فني. يعني هو الراجل بتحس ان هو حافظ كل حته في الملعب، وحافظ سيناريوهات ايه اللي ممكن يحصل. وده يمكن شفناه في مطوشه كتيره، كنا احنا بنبدا مش احسن حاجه، وتيجي بين الشوطين ننزل الشوط الثاني، وليكن مثلا مباراه الاهلي والزمالك اللي تعادلنا فيها 2-2، ودي يمكن هي دي انا شايفها دي نقطه التحول. نقطه التحول الشوط الثاني ده. يعني من يعني يمكن الزمالك حظه قليل شويه في بعض الماتشات، ان الماتش ده ما يطلعش مثلا 4-2 لينا اقل واجب. فالقيمه اللي عندنا جيزفالدو فيريرا، ومش عايز ابخل دول الجهاز المعاون كله. يعني احنا عندنا كذا مدير فني على فكره. يعني طبعا اسامه نبيه، احمد كابتن اسامه نبيه، كابتن مطر، وكمان الجهاز الطبي ما شاء الله. اجواش وفي حد دوله مميز جدا وظاهر جدا،
طبعا هاخدك في حته تانية خالص، الناحيه الفنيه او نقطه التحول انت شايفها ازاي في نادي الزمالك؟ نقطه التحول منذ اعلان التعاقد مع جيزفالدو فادال. يعني متهيألي مش من يعني مدربين قليلين جدا اللي جمهور الزمالك كله اجمع عليهم جيزفالدو فادال خد دعم جماهيري غير مسبوق، خصوصا ان هو جاي في وقت طبعا السوشيال ميديا. يعني مثلا ممكن نتكلم كابرال مثلا، زمان كان عليه الاجماع ده وكان في حزن جدا على رحيله، وديفيد ماكاي في التسعينات. ففيريرا من المدربين الكبار جدا، انا دايما لما بذكر اسمه بحطه جنب اليكس فيرجسون، مارشيلو ليبي، فابيو كابيلو، اوتمار هيتسفيلد، الكلاس ايه في اوروبا في فتره ال 2000 لغايه ال 2010 هو واحد منهم. فكان نقطه تحول كبيره جدا. ايه بقى اللي عمله في الفرقه خلى التحول ده موجود وظاهر بالنسبه من وجهه نظرك انت؟ اول حاجه العدل. العدل طبعا، ان هو يعني يمكن انا هذكر موقفين. مين مدرب يقدر يحط زيزو بره التشكيل؟ قال له انا مش قادر اتمرن. الموقف ده اقول لك سيف الجزيري بره مباراه الاهلي، سيف الجزيري مباراه الاهلي الناس مش واخده بالها او مش فاكره ان احنا لعبنا بمهاجم واحد بس هو عمر السعيد، كله كان من والجزيري كان بره. بن شرقي طلع في الماتش ده في الدقيقه 60، زيزو طلع في الماتش ده ونزل مكانه لعيب. يعني هو ما عندوش نجم، هو عنده الجماعيه، عنده روح الجماعه، عنده اللي بيطبق شغله واللي بيلتزم واللي بيجتهد بيلاقي نفسه جوه التشكيل. فطبعا الحاجات دي كلها بتخلي روح تنافسيه جوه التمرين كبيره جدا، وبتخلي الصغير زي الخبره زي السوبر ستار كل واحد اللي هيأدي هيلعب. وهي دي سر نجاح اي اوضه لبس في اي نادي. كمان انت الجهاز المعاون بالنسبه له انت شايف ليه عمل اضافه معاه؟ اكيد الواحد مش هينجح لوحده، سواء اداره او جهاز فني او جهاز طبي، كل ده عوامل بتساعد على النجاح. بص يا كابتن، انت حضرتك عندك جهاز فني لو قسمته هتقسمه على 6-7 فرق. يعني لوي اجواش مدير فني السي في بتاعه اقوى من الكنز المدفون احد الانديه اللي اتقال عليه. كابتن اسامه نبيه حدث ولا حرج، يعني انا من اسباب فوزنا دوري الموسم اللي فات كابتن اسامه نبيه ليه دور كبير جدا. كابتن احمد عبد المقصود عين كبيره جدا جدا في اختيار اللعيبه وفنيا عالي جدا. يعني في حد برضه من الناس اللي مش واخده حقها رغم ان هو دوره محوري جدا في اي جهاز فني وخصوصا في الزمالك، دانيال جونزاليس محلل الاداء، ده يعتبر اللي بيشخص حاله الفريق المنافس وبيدي للمدير الفني بيقول له انا عندي هنا الحته دي ممكن نلعب عليها، عندي الحته دي ممكن في ثغره فيها. فدوره كبير جدا محدش يتكلم عنه خالص، يعني لكن هو من محللين الاداء العظام جدا اللي دخلوا مصر. لا حابب اضيف لك برضه ايمن طاهر، كابتن ايمن طاهر طبعا. لا ده يعني كابتن ايمن طاهر كان في تخوف كبير ابو جبل وعواد لما خد الفرصه. لا ما شاء الله، لا يعني عواد انا دايما كنت من اول ما جه عواد قلت له محتاج فرصه، لو خدها بشكل قوي هيثبت نفسه. انا من وقت ظهور عواد وانا دايما بقول ان هو خليفه عبد الواحد السيد في الملعب. ان شاء الله احسن باذن الله. يا كابتن انت يعني حارس تاريخي، يعني الموهبه في حراسه المرمى في مصر مش دايما كانت كبيره، وكابتن عبد الواحد السيد من الحراس الموهوبين. في فرق ما بين حارس موهوب وحارس مجتهد. محمد عواد نفس القصه، حارس موهوب وعنده الموهبه بالخبرات وبالاحتكاك والاستمراريه باذن الله. الخبرات والاحتكاك والاستمراريه هيوصل ان شاء الله لاعلى المستويات. ناشئين انت شايفهم ازاي؟ مفاجاه. مفاجاه خاصة جدا، خاصه ان هم مع كارترون كان وضع مختلف تماما. يعني ما انت حضرتك بتتكلم عن يعني عن مدرسه كبيره قوي اسمها جوزفالدو فيريرا، وبتتكلم عن مدرب ارتجالي فنيا مش قد كده، مدرب بيلعب على امكانيات لعيبه، مش مدرب صاحب منظومه، ما عندوش استراتيجيه. لكن فيريرا لا، يعني انت بتتكلم على خبير في الكوره. ونفتكر في 2015 كلام حماده طلبه، كابتن حماده طلبه وكابتن باسم مرسي، قال لك بيعلمنا الكوره من اول وجديد. فانت جايب حد بيأسس وبيطلع. مين كان يتخيل ان حسام عبد المجيد النهارده من المرشحين اللي هو يدخل منتخب مصر؟ لا ما شاء الله. يعني سيد نمار من مركز جناح شمال لرايت وينج باك، عبد الغني، ما
محمد عبد الغني في مركز ستة ما حسيناش ان احنا كان عندنا لعيب مركز ستة مكسر الدنيا او رقم واحد في مصر، ما حسيناش خالص ان في فرق. لا بالعكس، ده ادى اداء افضل بكتير. سيف فاروق جعفر لعيب خامة كويسة جدا. يوسف اسامة نبيه من اللعيبة انا بقول عليه ستايل اولمبي، لان عنده الانطلاقات بتاعته تسمى في علم التحليل الانطلاقات التقدميه، اللي هو لعيب بياخد الكره ووشه على الجول، ما بيبصش يمين او شمال او يحضر. عنده شخصيه، شخصيه كبيره جدا، ما كناش يعني. انا دايما بقول لهم دايما او كجمهور لازم الاستمراريه، ما يبقاش ده مجرد ان انت موسم عملته وخلاص، او طفره حصلت وانتهى الموضوع يعني. ما هي دي بقى بتبان في شخصيته وعقليه اللعيب. العقليه بتاعت اللعيب هي اللي بتبين. وعندنا امثله كتير بدون ما نذكر اسماء، لعيبه الموسم اللي هو الطفره، تشوفه موسم مكسر الدنيا عشان معاه مثلا مدرب كبير قدر يطوله، وبعديه بيختفي. ده اللي هيتضح ان شاء الله الموسم الجاي، اللي ان شاء الله احنا المرشحين الاقوى لحظة بطولة الدوري، وتبقى للمرة الاولى في تاريخ الزمالك ان هو ياخد 3 بطولات دوري ولا بعض يا رب ان شاء الله. وان شاء الله يكون عودة افريقيا ان شاء الله على ايد فريرا واللاعبين ودعم مجلس الادارة والجمهور. يحيى قول لي بقى الاحتفالات كانت ازاي بالنسبه لكم؟ انت عارف التجمعات بتبقى كبيره جدا سواء في الكاس او في الدوري. الاحتفالات يعني بالنسبه للدوري كاس احتفالات الدوري لا احنا مش بنحتفل، احنا بنقول لك بنحتفل مره واحده بس. بنحتفل كتير قوي يعني على مراحل. احنا هنفضل نحتفل ما عنديش مشكله. بالظبط كده. احنا الموسم اللي فات الاحتفالاتنا احنا لفينا محافظات مصر كلها انا والجروب. عملتوها ازاي بقى؟ هو انا والجروب صحابنا اللي انت طبعا عارفهم معانا كرومه وعم طارق محمد عباس وحسام دول ان شاء الله يعني. وبدانا ان احنا مره رحنا بورسعيد ومره رحنا اسكندريه ومره بنقابل برضو الزملكاويه اللي هناك وبنحتفل مع بعض. تواصلوا مع بعض ازاي؟ ما هي السوشيال ميديا بصراحه جمعت كل الزملكاويه ببعض، كلنا عند بعض على السوشيال ميديا، وجمهور الزمالك كله بقى زي عيله كده كبيره، كلنا عارفين بعض، اي حد يحصل عنده مشكله كلنا عايزين نبقى معاه، حد فرحه نبقى نروح له ونحتفل يعني. في فرح حد من اصدقائنا كان امنيه العطار الزملكاويه الصحفيه، فكان في ماتش بيتلعب في نفس ذات الوقت يعني، والمنافس برضو ومنافسه اتعادل فيه، الفرح كله تحول مدرج، سيبنا الفرح وقعدنا نحتفل كلنا رايحين كزملكاويه مع بعض. دي احتفالاتنا، احنا مش هنحتفل مره واحده بس، مش هنبطل نحتفل. وانا عايز اتكلم برضو، اوجه رساله للعيبه اللي كانت حاسه ان هي بتساوي نادي الزمالك ومشي، بدون ذكر اسماء، كل واحد طبعا ليه حقه ان هو يدور على مستقبل، واحنا كنادي الزمالك برضو هنحط كل واحد في مكانه الصحيح. في حد اشترانا، دي رسالة السنة دي للكل سواء جماهير او لعيبة، ان انت نادي الزمالك مستمر بالظبط، مش هيقف على حد. هي دي اللي عجباني بصراحة في الموضوع. في حاجات كتير قوي اتغيرت، بيعمل مكاسب. في حاجات كتير قوي اتغيرت في الزمالك انا ما عشتهاش قبل كده. برضو من ضمن الحاجات اللي انا حبيتها يعني في الزمالك، في ماتش الاهلي بتاع الكاس، الزمالك جاب الجون بعد كده بيجري عشان التاني بعد كده عشان التالت. طول عمرنا زمان في الاجيال، حتى في احسن جيل بتاعنا اللي هو الجيل كان بتاعكم، كنا نجيب جون او اتنين تجيب جون وعايز تلعب بمزاج بس خلاص. بس جون ما بنشوفش سكور. دلوقتي شفنا بنكسب 4 وبنكسب 5 واللعيبه بتلعب واخده حريتها. زيزو طلع قال كذا مره جوسوالدي فيريرا محررني، بيديني حريتي ان انا اتحرك. ده عاجبني جدا ان احنا بقينا نشوف بين الشخصيه والروح والحماس وما بين الكره الحلوه. دي من اهم المكاسب. وفي رسالتين برده عايز اوجههم لكابتن الفريق شيكابالا. انا عاجبني جدا التحول، انا شايف شيكابالا جديد غير اللي احنا نعرفه، دوره بره الملعب كقائد يلم الفرقه. انا كنت واقف في المدرج وشايفه وهو بيزق محمود علاء على الجمهور، وحيانا محمود هيزق اوباما ويشاور لنا عليه. انا شايف الكلام ده دوره بصراحه شيكابالا كقائد للفرقه. ورساله لمجلس الاداره اللي انا عاجبني برضو السيزون دوت السنه ديت، الاداره لما رجعت في تغير كبير جدا في حته ان هي مركز على نقطه واحده بس، ان هو سايب لفريرا حريه التصرف الفني ورافع عنه اي ضغط وعامل حائط صد ومفر له بقى الجمهور. ومفر له كل حاجه الامكانيات، وفر له كل حاجه. فلا انا اشيد بالنقطه دي، لان ممكن يكون كان في اوقات تانية كان الوضع كان غير كده. طبعا الاداره بتواجه مشاكل تانية كتير، بس دي الحته بالذات اللي احنا لامسينها وانا بدعم الاداره فيها يعني. حتى لو غيري بيختلف بس انا بدعم الاداره فيها، ان انت لازم أن تسيب للمدير الفني كل الصلاحيات. ولو في حساب احنا كجمهور، انا رايي يعني يكون اخر السيزون، فين الدنيا، فين الصفقات، فين النتائج، فين فين فين. ادينا شفنا 3 عوامل لو توفروا للزمالك مش هننزل على منصه التتويج عمرنا، الفار والجمهور والاستقرار. 3 حاجات، طول ما الجمهور موجود وطول ما في فار هي ضمان عداله، وطول ما في استقرار اداري يعني. نفسنا بس يعني نكمل حتى سيزون او اتنين حتى وعندنا مجلس اداره مستقر، ايا كان بقى يا مجلس الاداره دوت، حتى لو في ناس عندها خلافات معاه يعني، لا خليه مستمر وخليه يشتغل. ولو في حساب يبقى بعد الايه، بعد الـ4 سنين او بعد الفتره، ما ينفعش كل شويه ندخل في صراعات. انا عايز 3 دولت بس يستمروا،
انا راضي بالزمالك باي حاجه، وانا كزملكاوي هقف مع فرقتي في كلتا الاحوال يعني. ليه اقول لي احتفلت بالدوري ازاي السنه دي والكاس؟ احتفلت بالدوري او احتفالي بالدوري عامه كان عند النادي هنا. بس عند النادي. عند النادي تمام. بس الدوري دوت اصلا بالنسبه لنا اسمه دوري جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك السنه دي فرق كتير، فرق. عمل ملحمه تاريخيه زي ما بيتقال، ملحمه بمعنى الكلمه يعني. اللي حصل من الجمهور السنه دي صعب انه يتكرر من اي جمهور في الدنيا، ان الفريق بتاعك يبقى واقع من السنه اللي فاتت اصلا او بدايه السنه دي. تمام. لا السنه فاتت خدنا البطوله، هي يعني بدايه السنه دي افريقيا. تمام. فريق واقع تمام، والدنيا واقعه خالص، والناس فقد الامل في الفريق. دي حقيقة. والجمهور يساند بالطريقه ديت، وان احنا نجمع بعض، نخلي السوشيال ونجمع بعض اصحابنا والكلام ده كله، بيبقى في المدرج ونساند الفريق. دور مهم جدا للسوشيال ميديا جداً الفضل جدا 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 يعني. زي ما قال يحيى، هي بيت، بقت عيله كامله تمام، كلنا عارفين بعض تمام، بنجمع بعض في ظهر الفريق. ففي ملحمه حصلت بجد السنه دي من جمهور نادي الزمالك في ظهر الفريق، من مسانده ودعم وكل حاجه. فده بالنسبه لي الدوري دوت اسمه دوري جمهور نادي الزمالك، من اللي اتعمل من الجمهور فعلا يعني. حاجه انا فخور بيها كضياء، انا فخور بيها جدا، لان انا واحد من الجمهور ده، انا واحد شاركت في حاجه زي ديت، انا واحد جيت احتفلت عند نادي الزمالك تمام. منظر الجمهور ومنظر الاحتفالات حاجه جميله، حاجه جميله فعلا. ومروح الساعه 4 الفجر يعني، انا هنا من الساعه 8 مروح الساعه 4 الفجر فلا، حاجه حلوه قوي. ده كمان رساله للعيبه، ان هي ازاي الجمهور بيفرح، وازاي لما ما انت بتكسب بتختلف تماما مع الناس يعني. بالظبط يعني، اللعيبه شافت بعينيها، شافت لما انت بتأدي وبتكسب وبتعمل الجمهور بيعمل معاك ايه يعني، الجمهور بيعمل معاك ايه تمام. شافت لما انت لعيب بيسيب الزمالك في وقت معين تمام، انت برضه تبقى عند الجمهور. اللاعب اللي بيشتري النادي بنحطه فوق دماغنا، واللاعب اللي بيسيب النادي خلاص تمام، الله يصلح لك الحال. بس في الاخر كان الزمالك موجود ثابت بيك، من غيرك بطولاتنا شغاله ومكملين الحمد لله. قول لي بقى ابو حميد، عايز ارجع بيك للذكريات، انت حضرت بطولات كتير في المدرج، اهم بطوله كانت بالنسبه لك ايه؟ هم ثلاثه. ماشي، مش كتير. لا بس عشان انا طبعا الفرحه الكبيره قوي بتاعت 2002 نهائي افريقيا ان شاء الله باذن الله السنه الجايه. يا رب ان شاء الله باذن الله. على فكره يعني لقاءاتي طبعا مع جماهير الزمالك نفسهم فعلا في بطوله افريقيا ان شاء الله. انا يعني اتفائل في السكواد ده مع عقليه المدرب مع المدرب، مع الاستقرار اللي موجود في النادي، المتوفر في مجلس اداره وجهاز فني على اعلى مستوى، زي ما زمان يعني اخواتي قالوا من فئه كلاس ايه فعلا بجد. انا من ساعه ما يعني فييرا بدا التفاوض معه اصلا، انا يعني راحه نفسيه جات لي. انا كزملكاوي كنت متفائل بيه من قبل ما يجي، حتى لما اتهزمنا الماتشين الاولانيين من كان في صبر من الجماهير، وهو نفسه طلع قال لك استنوني بعد يعني عدد معين من المباريات. يعني حتى بعد ما اتغلبت من انبي وطلع الجيش انا واثق في المدرب ده. هو ليه شهاده يعني، ليه سابقه في 2015 احنا كلنا كنا شفنا الاداء بتاعه ايه، واخدين الثنائيه دوري وكاس برده معاه، وما حصلش نصيب ان هو يكمل معانا فالحمد لله. تعقيبا بس على كلام ضياء، هي ملحمه الجماهير مش السنه دي بس، على مر العصور. على مر العصور يعني، انا عمري ما تخيلت لحظه من واحد من جمهور زمالك تخلى عن فريقه في اي مباراه كنا بنروح، حتى واحنا كنا وحشين يعني. انا مش هنسى نهائي كاس 2008 ما كنا في الاستاد وما حصلش كده، كنا مالين الاستاد وكان ماتش اعتزال حازم وحضرتك كده، وكنا مليانين الملعب. جمهور الزمالك بيعرف يحتفل جدا، جمهور الزمالك بيفرح. جمهور الزمالك يا جماعه يعني، انا بعاتب على كل الناس او بعض الناس الكتاب برضه الصحفيين يقول لك احنا الزمالك بفرحه مبالغ فيها. انا بفرح، انا بفرح، انا مبسوط، انا بطل دوري سنتين ورا بعض ما بفرحش. انا مبسوط، حد زعلان ليه؟ واداء يعني داخل الدوري سكواد مفيش، ممنوع عني القيد فترتين، نص لعيبه الزمالك اللي هم ركائز بالنسبه لنا بدايه الموسم موسم كارثي يعني. انا كنت فعلا بنقول يا رب نكمل نوصل افريقيا، حتى لو كنت اطلع تالت والعب كونفدراليه. شفت طموحي انما بعد ما جه فييرا والاداء اختلف، سقف الطموح عالي، بعد ما بقى في استقرار فني واداري، وده اهم حاجه الاداري، في مجلس اداره منتخب محترم موفر لكل حاجه للعيبه، موفر كل حاجه للجهاز الفني، موفر كل حاجه برده للجماهير يساعدهم في التشجيع يعني. دي برضه تحسب لمجلس الاداره. ويعني انا بحب اشكر برضه واحد برضه يعني الجهاز الفني كله بالتكامل، وامير مرتضى عامل شغل جميل جدا على فكره. حلقه الوصل بين الجهاز الفني والاداره، وحلقه الوصل بين الجهاز الفني واللعيبه وهادي يعني، حتى ما بيطلعش يهاجم كتير،
ما بيتخشش في مغالطات مع بعض المنافسين اللي بيحاولوا يجرونا لسنين سابقه. بس دي يعني احييه فيها امير بجد ومجلس الاداره. و2003 بقى الدوري بقى نرجع ل 2003 ده الدوري ده اللي مش هنساه. انت 2002 و2003 2002 و2003 انا كنت في الاستاد كنا حوالي 500 واحد او كنا قليل اقل من 500 وبنسمع الراديو وعمالين نتكلم وهنقول يا رب يا رب يا رب يا رب لحد ما فعلا جت الصفاره. احنا الدوري الماتش بتاعنا خلص قبليهم بدقيقتين بدقيقه ونص بالظبط. احنا قاعدين دقيقه ونص دي على اعصابنا عدت علينا كانها سنه في المدرجات. طبعا السنه دي طبعا مش هقدر انسى دورك انت عملت سته في يعني تنسى سته متوشه كلين شيت ورا بعض. ربنا يستر موسم كان هاي خلينا في المواسم اللي جايه. لا ما هو برضه دورك ما انت سته متوشه ده يعني كان دوري لا هزيمه وانت كنت واحد من الاسباب دي. انا تقريبا الفتره دي حوالي 52 مباراه متتاليه مفيش هزيمه فانا بقول لك كان دي البطوله الثانيه البطوله يعني وبطوله الدوري السنه دي وبطوله الكونفدراليه 2019. طبعا كنا بقى لنا فتره من 2002 ما خدناش افريقيا والملحمه وافريقيا بقى يعني الزمالك يعني نادي القرن بجد في 2000 لحد القرن العشرين احنا اكتر نادي مجاور بالبطولات. يعني احنا عايزين بقى لعيبه تركز ان شاء الله في افريقيا ان شاء الله السنه الجايه. بص مع ان شاء الله باذن الله مع الصفقات اللي ان شاء الله باذن الله اللي انا متفائل خير بيها حتى يعني حتى لو بعض الاسماء مش محببه للجمهور لا انا متفائل خير. اللي دلوقتي الزمالك بقى عنده شخصيه عنده بيدير داخل مؤسسه يعني فييرا عنده المقومات اللي يخلي اللعيب يطور من نفسه وبس اللعيب يكون عنده استعداد. يعني فييرا مش برضه يعني عشان برضه نتكلم اللعيب يكون عندها استعداد تقبل الفكر بتاعه. وده شفناه في الناشئين اللي طلعت نيمار حسام عبد المجيد متيب سيف اشرف سيف فاروق جعفر يوسف اسامه نبي. انا اعتب على يوسف اسامه نبي شويه هو عنده امكانيات هايله جدا بس هو مش عارف يستغلها. احنا في فرح عايزين نفرح. طيب ما طبعا ما انا بقول لا يشد انا عايزه اقصى احسن من كده السنه الجايه باذن الله عشان السنه الجايه انا اعتمد عليهم هم. يعني فييرا فعلا في مؤتمر صحفي قال انا مش عايز انا عندي خمس لعيبه او خمس صفقات او احسن خمس صفقات موجودين عندي في مصر. فعلا احنا عندنا كنز تحت في الناشئين كنز بجد وعندنا الحمد لله رب العالمين قطاع ناشئين على مستوى عالي. وكابتن حسين ياسر محمد السنه اللي فاتت عامل فرقه 2003 كانت هايله جدا ومدرب برضه في المستقبل ان شاء الله اتمنى يبقى ليه دور في الزمالك باذن الله وان شاء الله باذن الله هو ماسك السنه دي برضه 2003 وان شاء الله باذن الله السنه الجايه نقعد القعده دي ونحتفل برضه بالدوري وافريقيا باذن الله يا رب باذن الله. قول لي بقى انت احتفلت بالدوري ازاي السنه دي؟ مع المجموعه؟ لسه ما لفتوش لسه مكملين ما عندناش مشكله طبعا مكملين اصل هو يعني يعني دي بطوله وبطوله اعجازيه بطولة جت يعني بطولة خارج التوقعات. احنا كنا مرشحين نطلع تالت كل الناس بتقول لك حتى لغاية فترة قريبة واحنا قريبين من الحسم الاعلاميين كلهم بيقول لك الاهلي الاقرب للدوري بنسبة 70%. فا يعني دي من كانت فرق النقط اللي كان موجود ما بينك وبينهم يعني غير الفرق النقط. وده يمكن برضه انا عايز اتكلم في نقطة دول جمهور الزمالك على السوشيال ميديا الدور القوي اللي عملوه في زعزعة استقرار المنافس ده كان من أسباب الرئيسية إن الزمالك إن احنا بنوجه الدعم للزمالك وبنضغط على المنافس. دي من ضمن الأسباب اللي خلتنا برضو إن احنا الحمد لله نجمع أكتر عدد نقاط والمنافس يهتز ويفقد نقاط كتير. فبالنسبة لحتة الاحتفال يعني ليفربول السنة دي ولا خد دوري أبطال أوروبا ولا خد الدوري الإنجليزي واخد كاس الرابطه واخد كاس الاتحاد الانجليزي وتعمل له احتفاليه وباص طلع لف المدينه كلها والناس بتحتفل والناس وزي الفل. يعني فانت بتكلمني انا ليه ان انا ما احتفلش؟ انا اصلا اخر 12 سنه كالقاب محليه انا وانت قريبين جدا لبعض مفيش الفرق الشاسع من 2004 من اول ما جه مجلس منتخب وتوفر لي جزء من الاستقرار من 2014 لغايه 2022 انا كزمالك واخد 12 بطوله والمنافس واخد 14 بطوله. ففين الحرمان؟ وفين كل 10 سنين؟ وفين انتوا ما بتاخدوش بطولات؟ لا انا كل سيزون باخد بطوله او اثنين. فمن حقي احتفل وهفضل احتفل لغايه ما احسم اللقب الثالث ان شاء الله. قول لي بقى لعيبه الزمالك. مهم جدا رساله من الجماهير للعيب. اقول لهم كنتوا على قد المسؤوليه.
قدرتوا دور الجمهور والدعم اللي احنا اديناه لكم، واثبتوا ان انتوا لعيبه كبار جدا وعندكم شخصيه والعقليه مختلفه جدا عن فترات كتير. فشكرا لكل واحد في السكواد اللي موجود دلوقتي، وشكرا لكل فرد من افراد الجهاز الفني، مجلس الاداره، كلها منظومه واحده ادت في النهايه ان احنا الجماهير كلها فرحة. قول ابو حميد تقول ايه للعيبه؟ اولا انا بحب اشكر كل لاعب ساهم معانا في الدوري السنه دي، كلهم كانوا رجاله، كلهم كان عندهم فعلا يعني روح واثبات ان هم فعلا افضل عناصر موجوده في مصر، وكانوا فعلا انا حسيتها في ماتشين، ماتش بيراميدز وماتش فاركو، يعني حسيت قد ايه اللعيبه عايزه تفرح الجمهور، حماس لاخر دقيقه والروح العاليه كان فعلا بيوصلوا لنا احساس احنا معاكم زي ما انتوا في ظهرنا، احنا كمان عايزين نفرحكم، فهم زي ما فرحونا بتمنى هم يفرحونا تاني، وبقول لهم الف 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 شكر ليكم لكل واحد وساهم في فوز ببطوله الدوري والكاس. ضياء انا بشكر كل اللعيبه اللي ساهمت فعلا في فوز بطوله الدوري والكاس، لعيبه فعلا بجد كانت رجاله على قد قدر كبير جدا من المسؤوليه، فعلا حسوا بالجمهور وحسوا يعني الجمهور في ظهرهم، قدروا يفرحونا تمام، واحنا بنتمنى منهم المزيد زي ما بيتقال، احنا عايزين منهم بطولات اكتر، عايزين منهم روح اكتر، عايزين يفرحونا اكتر. يحيى تقول لهم ايه؟ طبعا انا بشكر اللعيبه على الموسم الاستثنائي دوت اللي احنا شفناه، ان هم سجلوا تاريخ كبير جدا لنادي الزمالك الموسم ده بالذات غير اي موسم، وهما شافوا الاحتفالات اللي احنا ازاي شلناهم على الراس في 100 عقبه وهم راجعين، يعني احتفال تاريخي بصراحه انا ما شفتوش في مصر تقريبا بالشكل ده قبل كده يعني، واديهم شافوا زمايلهم اللي بيسافروا بره وبيحصل لهم ايه والكلام ده كله برده، فجمهور الزمالك عظيم يعني، حتى اللعيب بعد ما هيبطل هيلاقي جمهور يبقى في ظهره ويسنده، في ناس تانية لعيبه تانية بطلت وعماله تحدف شويه نفسها على النادي ده وشويه على النادي ده ومش لاقيه لها اي حاجه، فهو انا نصيحه يعني منهم ان هم يبصوا لقدام، مش يفرح بس بفلوس ويسافر بره ويخسر شعبيه جمهور عظيم ووافي زي جمهور الزمالك، كل الدعم ليهم، وعايز اقول للزمالك احنا معاك وفي اي حته هتلاقينا وراك، احنا درعك وسيفك احنا فداك، وهنفضل وراهم وهنفضل ندعمهم في الحلوه وفي المره فعلا، مش شعارات يعني ان شاء الله. وهو ده جمهور الزمالك. بشكركم جدا يا جماعه، اتشرفت ان انا كنت موجود معاكم. بكده خلصت فقره النهارده، نراكم في فقره قادمه باذن الله.